سهلا فيكم، نشرح لكم اليوم عن مبرمجة الالينتك او مبرمجة الكيس 3 من شركة الالينتك الايطالية. طبعا مبرمجة عملاقة وعريقة ومن سنوات طويلة، من 1900 واتوقع 95 97 هم بيشتغلوا في هالمجال. طبعا راح نشرح لكم نظرة عامة وسريعة عنها. المبرمجة هاي تتعامل مع عقول السيارات وكنترولات الماكينة وكمبيوترات الجير. إذن كمبيوتر الماكينة، أنت عارفين الماكينة في عليها كنترولر بيتعامل معها، بيقرأ القراءات، هنا بيتحكم بفتحات الهواء بفتحات البترول عشان عملية الاحتراق تزيد أو تنقص، الـ RPM، الأمور هذه كلها بيتعامل هو. طبعا بيسحب الفايل اللي موجود داخل الكنترولر، تمام، وبيشتغل عليه، بتقدر تعدل عليه، تفتح سرعة، تسوي اللي بدك إياه، تمام، وترجع الفايل على هاي. طبعا أنتوا عارفين الشركات الصانعة بتكون مرتب البرامج بطريقة معينة بحيث الماكينة تعيش سنوات طويلة، ما يكونش في عليها ضغط، ما يكونش الار بي ام فيها عالي، ما تكونش فيها الاحتراق ولا حجرات الاحتراق، يعني يكون فيها بنسب معينة. انت بتقدر تلعب فيها الخواص هذه طبعا. وهاي المبرمجة، احنا هذا الاي سي يو شايفينه، هذا الاي سي يو اللي هو العقل، الاي سي يو يعني انجن كنترول يونت. طبعا بلس انه بيتعامل مع الجير، يعني شوف هذا الجير، الجير فيه عقل كمان، بيتحكم بالجير، بيتحكم بحرارة الجير، بيتحكم بالار بي ام، بيغير من الجيرات ان كان جير اوتوماتيك او جير خلينا نقول مانيوال. طبعا في ناس كثير بيستخدموا هالمبرمجة بس علشان يسحب فايل من هون ويحطه بسيارة جديدة، او مثلا يسحب عقل الجير عشان ما يعدلش في السكيورتي والامور هاي، بيسحبه من هذا العقل بيحطه بعقل اخر. فهذه اذا مبرمجة للعقول فقط يا شباب. يا اما بتسحب، يا اما بتسحب فيها سوفت ويرات تعمل كلونينج بنسميها احنا، يا اما انك تلعب بخواصها. واحد يعني التي سي ام، تي سي ام يعني ترانزيشن كنترول موديول، او هو عقل الجير. اي حدا بيجي بيقول لي والله بدي اشتغل عليها ايرباج، لا، في للايرباج، في السمارت او بي دي مثلا، في السي جي 100، في شغلات كثير للايرباج. اللي بيقول لنا بده يشتغل مثلا في، معلش مزكم انا سامحوني، اي حدا بيقول لي بدي اشتغل على الجير، على عفوا على الايرباجات، على الاي بي اس، انظمه الكروز كنترول، بنقول له هاي المبرمجه مش مخصصه لهذا الموضوع، مخصصه بس للانجن والترانزميشن. عشان ما نطول عليكم السالفه، بنقول لكم هاي الكيس 3 لها تاريخ، وتاريخ عريق. هي بتجمع بين الكيس والكيتاج. كان بالاول يا شباب عندك المبرمجه الكيس، وانتم عارفينها هذه، ومبرمجه الكيتاج. الكيس كانت تتعامل معها عن طريق الاو بي دي، انت عارف انك تسحب الفايلات، يا بتسحبها عن طريق وصلة الـ OBD اللي هي 16 بن، يا اما بتسحبها عن طريق البنش والبوت، تمام. لكن هم راحوا جمعوا الثنتين وحطوا لنا اياهم بمبرمجه واحده يسموها الكيس 3. هاي الكيس 3 بتشتغل 3 ان 1، زي النسكافيه 3 ان 1، بتشتغل لك OBD، بتشتغل لك بنش، وبتشتغل لك بوت، ثلاثه مع بعض، تمام، في مبرمجه واحده. وهذا بيريحك ما انك تشبك من هاي تشيل من هاي معينته. طبعا يعني لما نتكلم احنا طرق عمل مبرمجه الكيس 3 عن طريق الاو بي دي، كيف؟ هيو بتوصله من هون باللابتوب، شايف من هون باللابتوب بتوصله، ومن الكيبل الثاني بتوصله او بي دي على السياره، وبتسحب البرنامج. راح اشرح لكم شو هو البرنامج اللي موجود فيها. طبعا اذا بدك تشتغل يا سيدي عن طريق البنش، هذا البنش بدك تطلع الكنترولر برا، شايفين هاي بسموها الضفيره الشباب، هاي اللي هو احنا بنسميها الاي او تيرمينال تبع الكنترولر. هذا بتشبكه انت، طبعا مش اختراع، هو البرنامج الكي صوت القديم، او اللي هو الالينتك صوت الجديد، بيقول لك انك تشبك مثلا الخط هذا الازرق هون، هذا طبعا الكوابل هي موجوده الكيس 3 حاليا، كوابل افضل، ميموري اسرع، تمام، وموجود فيها الرسومات، تمام يا شباب. فانت من هون تقدر تسحب الفايل تبع الماكينه وتحطه بواحد ثاني، او تشتغل عليه تغير فيه وترد ترجعه. حلو يا شباب. طيب عندنا طريقه الاخر اللي هي البوت مود، انك تشتغل عليها على البوت، على اللي هو هذا البي دي ام فريم، شايفين هذا بيسموه البي دي ام فريم، شايف هون، بحيث انك تثبت عليه الاي سي يوز والكنترولر يونتس، وانت تسحب منها اللي هو الفايلات. هذا طريق طرق عمل المبرمج كيس 3. شو هي؟ صناعه ايطاليه، تمام، بحته 100%، وطبعا شركه مختصه في برمجه عقول السيارات، وعندهم يعني بعد ما تعاملت معهم عرفت انهم يعني عندهم خلينا نقول مصانع، يعني عندهم في ايطاليا، عندهم كمان يعني في اكثر من دوله مصانع موجوده لهم، من 1991 بيشتغلوا بهالشغله هاي. طبعا المبرمجه الجديده فيها معالج سريع جدا، فيها يا شباب تدعم اكثر من بروتوكول، حطوا فيها جي بي اس، انا بقول هذا الجي بي اس عشان
يعني يفهموا نفسهم من الاختراقات اللي كانت موجوده. تعرفين في الكس والكيتاج اللي هن الصينيات واحنا بنبيعهن، ممتازات زيهن زي الاصلي، بس مشكلتها ان برامج قديمه يعني بتشتغل اتوقع ل 2015، لكن اللي بده يشتغل على الشغلات الجديده كلها بتكون محميه من شركه الكس والكيتاج. بتعمل ماستر وسليف يا شباب، يا اما انك بتختارها ماستر، الماستر تقدر تقرا الملفات العقل والتعديل عليها براحتك استقلاليه، ما بدكش اللي هو يعني واحد مساعد ماستر، انت بتكون ماستر بروحك، او بتكون سليف. سليف هو اللي بدهم يشتغل على يعني خلينا نقول على كلون، بس يشيل فايل ويحط فايل. في حال بده يعدل عليها بده يحتاج واحد يعني ماستر هو اللي يعني يتعامل مع الملفات والفايلات. تمام، اذا تشتغل كاثنين. انت لما بدك تيجي تشتريها منه بدك تقول انا بدي اياها ماستر ولا بدي اياها سليف. احنا نزلنا فيديو عن الاسعار منفصل. تمام يا شباب، شو بتدعم مبرمجة الكس 3؟ الماستر بتقدر تقرا الملفات بتعدل عليها براحتك باستقلاليه على على السيارات الصغيره، على القوارب، المركبات البحريه، على التراكتورات، على الدراجات الناريه، على اللي هو الفانات والتركات والباصات. تمام، طبعا يا شباب لما تشتري الرخصه انت بدك تقول انا بدي اياها على السيارات لحالها ولا بدي اياها على المركبات البحريه ولا بدي اياها على المعدات الزراعيه ولا الدراجات الناريه ولا التراكتات والباصات، عشان نقدر نفتح لك السوفت وير ونبيعك اياه بالطريقه اللي بدك اياها. شباب في ناس عندهم الكس والكيتاج القدام، بقول لك انا عندي كس وكيتاج شو اسوي؟ احنا كل الكاستمرز اللي عندهم كس وكيتاج تمام، في شيء اسمه تريد ان بروجرام، يعني تبديل، تيجي انت بسعر مخفض طبعا، بدل ما تشتريها مثلا سعر الكس 3 مثلا ب 4000 وتطلع عليك بنسبه اقل، بنعطيكم سعر طيب عليها بعد ما ناخذ السيريال نمبر ونشوف نتاكد مع الشركه الصانعه. فبتقدر تبدلها انت بكس 3، الكس والكيتاج اللي قدامك تبدلهم كس 3 وتحصل على سعر اقل. بقول لك انه الاولد كس 3 وكس وكيتاج الاكسسوارز اللي معاها الكوابل تشتغل مع الجديد؟ بنقول له نعم تشتغل وما في اي مشكله. بقول لك انه انا في ما عنديش، ما بدي ابدل يعني انا مرتاح ما بدك بديش اشتري شيء جديد، بنقول له خلص ما في مشكله، بتضلك شغال على القديم والسوفت ويرات التحديثات كله بينزل، بس مش مسموح لك انك تعمل رينيو للسبسكريبشن. خليني اراويكم اللي هو بعض الشغلات. يعني الان انت واحد بيقول لك طبعا انا بدي اعرف كيف بدي اشتغل عليها. اول شيء بنقول له شوف الفيهيكل ليست، خلينا نروح على الفيهيكل ليست، هذا الموقع تبعهم الالنتيك داش تول، من هون ببين لك السيارات. مثلا في حدا بده يعرف انه شغالي على النيسان باترول بيسالوني الشباب مثلا، بنقول له حط هون بس هيك نيسان باترول، هي طلع هاي بقول لك النيسان باترول مثلا الواي 61 ولا الواي 62، هيو البترول مثلا الفيرجن نمبر ام اي سي 23 والفيرجن تبعه هيو، بقول لك هذا والله بشتغل عليه انا. تمام، ف 2002 مثلا 2010 2016 2000 بتدور على الكنترولر اللي بدك اياه انت وعلى الموديل اللي بدك اياه. تمام، في مجال انك كمان تشوف مثلا اللاند كروزر تويوتا، بتفلتر يعني بس تكتب هون تويوتا، تكتبها باللفظ الصحيح طبعا تويوتا لاند، تمام لاند كروزر، هاي لاند كروزر شباب، هيو التايب جي 15 جي ار جي 71، هيو على الديزل مثلا تشتغل معاك 2020 2009 2014 2007 2013، وهي الكنترولر تبعها بتشتغل معك عشان ما هذا. واتوقع من هون كمان ها شوف هيو بتقدر تمددها وتشوف هاي الكارتيوتا التايب الموديل الفيرجن نمبر تبعها كل شيء. قبل ما تشتري الكيس تاكد من السيارات اللي بتستخدمك، يعني تطلع الميثود ها حاط لك الميثود كمان يعني عن طريق الاو بي دي، وهذا شيء عظيم جدا انه التويوتا يشبك عن طريق الاو بي دي. مثلا والله انا مهتم بالسياره ال 2014 مثلا، تمام باجي بشوف في حدا بيقول لك انا بدي اشتريها او بي دي، طيب هاي تدعم او بي دي؟ بجوز ما يكونش فيها او بي دي، تقول والله انا تفاجأت مش راضي تشتغل معي او بي دي، هيها مثلا هاي بتشتغل او بي دي وبنش، ممكن في سيارات ما تشتغلش. يعني خلينا مثلا نختار واحدة يعني شوف شباب حديث كثير طلع يعني ها كمان هي بدك تركز انه مش يعني 2020 موجودة بس اكثر مش موجودة، فبدك تنت مش عارف انا هون فروم ابوف لازم اسال عنها نشوف انه هاي هل بتدعم اكثر ولا لا. طبعا عندهم سبورت كويس ما شاء الله ممتازين تقدر انت تتعامل معهم. وبعدين من هون هاي الداونلود، انت مثلا اشتريت الكس 3 كيف بدك هاي الفيهيكل ليست تقدر تعملها داونلود من هون، اتوقع بتنزل كاكسل شيت، ومن هون مثلا انت صوت سوفت وير ها هاي خلينا نقول المهندس ورك شوب، بدك تحط اسمك الشخصي هون تمام،
خلينا نجرب نحط اسم شركتنا سيلز ات المهندس، وهاي 50 جوالنا 1679410 وكنتري يونايتد عرب اميريتس. وبدنا نعمل داونلود للسوفت وير. تمام، هيو بيعمل، بدي اعمل داونلود. ثانك يو الينتك سوفت وير صوت داونلود. شو نورجيكم يعني، مش سوفت وير، مش اشي خارق يعني. يلا ها بدنا ننزله على الجهاز. تمام، انا اتاكد بس انه قاعدين بنسجل احنا. قاعدين بنسجل. تمام، هيو السوفت وير نزل. تفرج، بدك اياه بالانجلش، بتقول له نيكست. حلو، وهاي بنقول له هون مثلا اي اكسبت. بدك تنزل لتحت عشان يضمن انك قريت المعلومات، او لا تنسخش السوفت وير تبعهم، لا تعملش كراك. وهاي هون بديش اقرا هنا اكوردنج وذين مايلينج. هاي بدك تنزل تشوف الشروط تبعتهم، شويه طويله. هاي ماينور باك فيكست، نقول له اوكي انستول. تعمل له انستوليشن، مش صعب يا شباب. هاي نيكست، وهي نعمل له انستوليشن. هاي بيعمل درايفر للايش، لل يو اس بي لما توصل القطعه عشان يتعرف عليها ويعرف انه هاي الانتك 3. تمام، هاي الفيجوال سي بلس بلس نزل لك الدرايفرات. يس سند انفورميشن. شوف اباوت ماي سيت اب اكسبيرينس تو مايكروسوفت، ما بدناش نعمل هاي. هاي من هون شو هاي. هاي شوف بقول لك انه في شيء بيعمل ريكوردنج. هذا شوف حمايه لهم، ما بدهمش لانه قاعدين مسجل على السوفت وير، مش عارف شكله هم شوي عاملين حمايه انه ما حد يسجل السوفت وير هم، ما بعرف كيف. المهم فبتنزل السوفت وير، الموضوع بسيط يعني، مش موضوع صعب. نزلنا السوفت وير، بدنا نشوف الواجهه يعني، بس انا وياك نشوف الواجهه. لحظه شوي، نوقف شوي عبين ما تنزل. طبعا يا شباب هاي نزل على الديسكتوب، ما علينا غير نكبس عليه دبل كليك، هذا البرنامج صار موجود. تمام، هاي بقول لك حتى نيو فيهيكل ليست افيلبل، يو وانت تو داونلود. تقدر من هون قبل ما تبلش بالسياره وايش بتقدر تفلتر عليها، انا موجوده ولا لا. بدك تعمل لها داونلود، تضغط عليها داونلود. هي بيعملها داونلود، هي داونلودنج فيهيكل ليست. تمام، ما بعرف حتى بدي اعملها داونلود اكسل شيت ولا كيف، ما بعرف. المهم داونلودنج، شوف طويله يعني، لسته طويله جدا. شوف هاي لسته فيها الاف السيارات يعني، تغطيتهم رهيبه جدا جدا يا شباب. والكس 3 الجديد للأمانة يعني ميزته إنه في كمان إشي اسمه فيرتشوال داونلود. فمرات السيارة مش عندك مثلا، أو مثلا عندك مشكلة فيها في الكامبس أو الكنترولر مش راضي يقرأ، في عندهم داتا بيس موجودة بحيث يسوي عليها. وهذا شيء يعني والله جدا طيب وممتاز صراحة، مش موجود، أنا شفتوش بالأجهزة الثانية. خلينا نقول هاي لودينج أبليكيشن، خلي هاي شوف نزل الأبليكيشن. هسه من هون أنت بتقدر تختار الفيهيكل مثلا، والله انا بدي اودي، بس احط هيك. هاي الاودي، اوبس فوق حرف الايه. هاي الاودي، شوف نزل الاودي كلها تطلع. بدك تفلتر هون، بتقدر تفلتر اكثر، تقول له بوش ايوه هذا الكنترولر، او تقول له والله الموديل من هون عن طريق الموديل. بدكش تفلتر هون، ها شيل هاي مثلا. تقدر تقول الموديل، شو الموديل مثلا، موديل ايوه بدك 2003 2012، بس تقول له زي هيك من هون. الكاتيجوري اي سي يو ولا تي سي يو، بدك ماكينه ولا جير، هاي ماكينه، هاي فلتر لك اياها على السريع، طلع لك يعني. هاي قال لك كمان حتى الكونكشن، شوف هاي مثلا الموديل هذا، هذا الدلفي، هذا الدلفي بس عن طريق الاو بي دي. تمام، شوف هذا لا، بتقدر عن طريق الاو بي دي، عن طريق البنش، عن طريق البوت. تمام، ومن هون بتقدر يا شباب انك تختارهم، مثلا اخترناها وبتقول له كونتينيو. هي تطلع شو اعطاك، اي سي يو بوش كونكشن. شوف هذا الاستيتس احمر، لما تشبك عليها بالسوفت وير الجديد، عفوا بالقطعه، قطعه الكس 3، بصير عندك اخضر. وهي المانيوال، وهي الفانكشنال الفيرتشوال. شوف الفي ار هذا، هذا قلت لكم عليه الفيرتشوال، انه ها حتى شوف بدنا نشوف شو هي. هاي شوف reading and programming are carried out through diagnostic port، عن طريق الديagnostic port الـ OBD. هون bench reading and programming carried through control unit connector on the bench، هذا على البوت. شوف هذا coming soon اللي هو شو هذا، كنت هذا في ممكن، هاي في بروتوكول جديد هم بدهم يشتغلوا عليه. الفانكشن ريد بيقرا بكتب كلونبل اي سي يو، بتقدر تعمل كلون يعني، تعمل بس تعمل كوبي من هذا لهذا. اي سي يو باث
ريد باسورد، تقدر تقرا الباسورد اللوك كود، تمام؟ تقدر تعمل اكثر من شيء ببرمجه الكسل 3. من هون يا شباب حتى السبورت، اذا اشتريت السبورت انت من هون بتقدر تراسلهم طبعا عن طريق ايميلك وباسوردك، تقدر تراسلهم وتقول لهم والله انا عندي هالشغله هاي مثلا في عندي مشكله فيها. وهاي هون الاوبشنز، تمام؟ اللغه تقدر، ما فيش عربي طبعا. احنا بنتعرف على البرنامج احنا وياكم قاعدين، وهذا الفيهيكلز. شوف طب انا عندي مثلا والله هاي سياره، عندي مثلا دراجه، اللي عنده دراجه بده ينسخ عقل دراجه، في ناس بدها تنسخ عقول دراجات، هيو من هون هيو شايف ابرلي الايون الباجاج كل شيء موجود، اس دبليو الرويال كل شيء موجود ما شاء الله. هاي عندك كونه، عندك الفانات الصغيره هيو من هون، الجاز الهنوا الصيني، الهونداي، كل شيء موجود. طبعا سهله، لا تقول لي صعبه، ما فيش صعبه. وهي هون التراكترات يا شباب، المعدات الزراعيه هيو عندك، ما بفهمش فيه انا، في حصادات وفي هارفست وفي اللي بيسقن اللي بيعمل الري، هاي يعني كلها موجوده، وهاي يعني شيء يعني جدا ممتاز. ها هون بمنطقتنا الجيت سكي شباب، البوتات هذول، ها شوف البولارس جدا جدا مطلوبه هون. وهذا عندك الياماها يعني موجوده لسته كبيره، ها شوف هاي ها هونداي، هاي كل شيء موجود عندك تقدر تفلتر عليه. شكرا لكم ويعطيكم الف عافيه، اهلا وسهلا فيكم بشركه المهندس الامارات الشارقه.